المدرب الهولندي ممتازة في دار الهجوم يوسع او يساوم مبابي. قلت لكم مشاهدينا الكرام ثلاثي خط النار مبابي اوندوان غريزمان وعثمان ديمبلي هو الثلاثي الازرق. يمين الدفاع الفرنسي كره لمبابي والمخالفه اندريس كولا لوركويان يعطي مخالفه للسام والغزال الفرنسي كيليان مبابي احد النجوم العالميه الكبار هو المصاب في تقديري وليس غريزمان يسمح للفرنسي بالفعل. بوجبا وماتيو رايان بل بوجبا تصويب اين موجود الحارس ماتيو رايان قصد أسترالي وغريزمان أنطوان غريزمان التسويب وماتيو رايان أمام تسويبة غريزمان إيرلانديز اللي يتفوق في هذه اللقطة ومخالفة لصالح المنتخب الفرنسي بعد تدخل واضح وقوي من جانب جوش الفرنسية. امبابي يوزع وغريزمان في القائم الأول ذكاء تمركز على مستوى القائم الاول ولكن ارن ماي اللي وسع وكرة ماتيو ليكي كانت بالراس وامامنا مهاجم ارتا برلين الالماني 27 عام ماتيو ليكي غريزمان في الدمية ديال رانديس والحكم يعطي مخالفة ضد ماتيو ليكي اول انذار ضد ماتيو ليكي اذا مهاجم ارتا برلين ينال اول انذار في المباراة اول ربية من انطوان غريزمان مدريد غريزمان يوسع وارن ماي ارون ماي يضع الكرة في الركنية ماي اللي وسع كرة روعة روعة في العارين والحراسة الفرنسية لإيكو لوريس إيكو لوريس على طريقة الحراس التاريخي يحاول الهروب عثمان وسنسبوري يقوم بالمخالفة للحكم يأتي ضربة مرمى الحكم أندريس كولا يقول هنالك مكلفة قانونية ولحظة لأرن ماي أرن ماي الشيخة الفرنسية في العرين للكابتن إيكو لوريس عثمان ديمبلي التسويب إيرلانديز يساوم والدفاع الأسترالي بالمرصاد ركنية للديك الفرنسي نحكي عن المنتخب الفرنسي هذه كرة يقطعها أومبابي لا يمر أمام المقاتل والشرس أرن ماي طبعا إنجليزي الأداء والانتباه في فريق هدرسفيلد تاون إيرلانديز المخالفة مخالفة ضد المهاجم أندريو نابوت مهاجم أوراوا راب دايمونز الياباني انذار من الحكم شفاهيا طبعا أندريو عزيز بيجري وانسى التسويب بجانب الحارس كولوريس والخطورة الأسترالية قوية ومثالية نستمتع عبر قناة بيسبورت بالسبنية الشوط الأول بتعادل السلبي 0-0 بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الأسترالي هنا في مدينة كازان. لكم مني مشاهدينا الكرام أجمل تحية بانتظار العودة عند ضربة بداية الشوط الثاني. شكرا للزميل الأكثر بريش. مشاهدينا الكرام نعود بكم من جديد إلى كازان أرينا لمتابعة أدوار الشوط الثاني ما بين المنتخب الأسترالي والمنتخب الفرنسي. تركنا الشوط الأول بتعادل كورة جوش ريزدان المدافع الأيمن كيف سيكون القرار لأول مرة مونديال بالفار من نار من نار يا حبيبي من نار مطالب بالإنصاف بكل تأكيد الحكم الأوروغوياني يعطي ضربة جزاء يعطي ضربة جزاء للمنتخب الفرنسي في آخر خطوات اللاعب غريزمان جوش ريزدان يتقدم غريزمان الديك الفرنسي يتحدى الكونكر الاسترالي في الكازان ارينا في مدينه كازان المنتخب الفرنسي يفتتح باب التسجيل من ضربه جزاء ارن ماي يوسع مطالبه بضربه جزاء وضربه جزاء للمنتخب الاسترالي المنتخب الاسترالي بفرصه يد من سامي الامتيتي ويمشي جدينا هدف التعادل للكونكر الاسترالي يمضي ولا يبالي هذه هي نكهه البطوله العالميه باللون الاصفر يسحر المنتخب الاسترالي يعادل النتيجه هنا في كازان ارينا ديمبلي يوسع ودفاع استراليتا استماته دفاعيه استراليه سامي بقرار
الاستراليني بيرت فان مارفيك. هذا هو تبرجيك لاعب سيرتي غلاسكو يغادر صاحب 38 مباراة دولية 7 اهداف. تصدي من ماتيو ليكي وتصويب بعيد من بنجامان بافار. بنجامان بافار كورتواي كرة ممتازة وينو روبي كروس لكن قبل بافار. بافار عنده الموهبة بافار موجود. هذه الكرة جيرو جيرو جول هنالك جول للمنتخب الفرنسي. نعم الكرة تجاوزت الخط النهائي للمرمى. جول لبول بوغبا المنتخب الفرنسي محظوظ ومحظوظ ومحظوظ. كرة غدارة من بول بوغبا تفاجأ ماتيو رايان وتعطي الأسبقية للمنتخب الفرنسي. هذه الكرة شوف Обнаружена бомба! Понял. Вызовет. Бросаю гранату! Аллатита, ялла. Меняем. Не звоночу. Operation success. Turn to main base. Your efforts are commended. Бросаю гранату.